رئيس جهاز الرقابة الأردني المحترم السيد عبيد محل معاون الأمين العام مجلس الوزراء، القاضي الأخ مروان عبود ممثل رئيس الجهاز اللبناني، السيد بن عبد الله ممثل الجهاز الماليزي، السيد بورك مدير عام مبادرة الانتوساي اي دي اي، السيد أندوني هيكاري، السيد هادي العربي، الأخوة الزملاء، الخبراء في البنك الدولي وضيوفنا، وأسعدتم صباحا. لقد أخذ الأخ هادي العربي بما أريد أن أقوله إلى منحى آخر. في هذا الورشة، في هذا المحفل الذي يسرني أن ألتقي بمن يدعمون في مجال بناء القدرات وبناء برنامج استراتيجي لإدارة الرقابة والتدقيق في بلدي، في مثل هذا المحفل يسرني تماما أن أقول أننا باشرنا عمل مع البنك الدولي في برنامج كان يعتقد البعض أن من الصعب أن ينجز، والبعض الآخر يعتقد أن من الصعب أن ينجز في توقيت وبهذه الطريقة. هذا البرنامج مضى عليه أقل من سنة وأنجز بطريقة نعتز بها تماما. ولأن الأخ هادي العربي قاد إلى مواضيع أخرى فاسمحوا لي سوف أخذ من وقتكم ما يسمح به. العمل ليس خافيا أن العمل للرقابة في العراق هو عمل في ظرف استثنائي تماما. الاحتلال للعراق في عام 2003 قام بعد حصار استمر لأكثر من 10 سنوات، أتى على التاريخ المؤسساتي للدولة العراقية وعلى التقاليد التي كانت نعتز بها وتمثل نموذجا في الشرق الأوسط بدون ادعاء. فربما يستغرب البعض أن في عام 75 لم تكن هنالك ولا جريمة في مدينة بغداد، ولم يسجل حادث رشوة أبدا في بعض المؤسسات لسنوات. في مثل هذا تعرض العراق في للحصار الاقتصادي، ومن ثم إلى الاحتلال، ومن ثم إلى دخول في تجارب يعتقد البعض أن العراق لم يكن له مساحة من التاريخ في تناولها، فأضافت إلى غياب مؤسساتنا تغييب في الإدارة أيضا. ولذلك فكان ما يسعدني في هذا البرنامج مع البنك الدولي بعد تجربة مر بها ديوان الرقابة المالية في برنامج مع اليو ان دي بي أن كلا الطرفين اتفقا على أن يعملا في المساحة المشتركة فقط، والتي تؤمن استقلالية أجهزة الرقابة وتقاليد البنك الدولي وتقاليد ديوان الرقابة المالية. في ظل هذا العمل لازلنا نعتقد أن الطموحات مستمرة إلى الأبد. أشار الأخ هادي العربي وهو حقيقة وضع يده على بعض مكامن الجروح. عندما باشرنا العمل في عام 2004 كيف نعيد ثقة المؤسسات بحيادية هذا الجهاز أولا واستقلاليته ثانيا
ووطنيته ثالثا في بلد تتلاطمه الاتجاهات والأطماع. كيف تهيئ رقيبا محايدا ومستقلا في ظرف غير مستقر وغير مستقل؟ ولذلك كان كلامنا كما قال بالمفردة الأخ هادي العربي: نحن مستشارين للإصلاح والبناء ولسنا رجال شرطة. وكان هذا الدور هو ما وطن للمؤسسة قبولا مرحبا به في كل مؤسسات الدولة، وهذا ما عملنا عليه. نعم، إن محاربة الفساد تعتمد أولا في نجاعتها على الإرادة السياسية الجادة في مواجهة الفساد، ولكن مع كل الظروف ومن تجربتي الخاصة المتواضعة أعتقد أن مؤسسة الرقابة تستطيع أن تبني لها حيزا وأن تخترق مجالا وأن تقدم نموذجا. ماذا يعني أن تطلب الدوائر ذات العلاقة والحساسة منها أن يقوم ديوان الرقابة المالية بإصدار التقارير وأن تدقق حساباتها؟ وفي العراق لا يوجد تقريران أستاذ هادي، تقرير واحد، وهذا التقرير يعرض على مجلس النواب خلاصة له، وتقرير 2010 نشر على الويب سايت، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية. ربما هنالك معارك كثيرة علينا أن نواجهها مع الفساد، ولكننا قطعا قد أنجزنا معركة الشفافية والوضوح. الحديث عن تجربتنا في العراق ربما تحتاج إلى الكثير، ولكننا نفخر بما أنجزنا. ليس مبالغ القول أن بعض هيئاتنا الرقابية كانت تذهب للتدقيق والرقابة وتفتح أبواب المؤسسات الحكومية الخاضعة لرقابتها، ولم يكن هنالك موظفون لهذه المؤسسات تدير هذه المؤسسات. تماما أنا مؤمن أن الاستقلالية والحيادية هي التي مكنتنا من هذا تماما، ولا أريد أن أصادر ملاحظات الأخوة الخبراء في كلامهم اللاحق، ولكننا واجهنا مشكلة الاتصال والإعلان في ظرف مضطرب استثنائي. تتلاعب أطماع الآخرين به كما تهوى. هل من المناسب إعلان الملاحظات السلبية للجمهور بشكل عام؟ والتساؤل الآخر: هل أن عدم إعلانها في ظرفها سوف يسمح للآخرين بأن يتمادوا في فسادهم؟ هي موازنة ليست سهلة أبدا. نحن نعلم أن للإعلام وللمجتمع المدني قدرته على التأثير، ولكن عندما يتحول الإعلام فقط إعلانا دون تأثير، فعلى المؤسسة ألا تخسر فرصة الإعلان. بمعنى آخر، علينا أن نعرف متى وكيف ولمن نعلن.
في عملنا في العراق كان هنالك إغراءات مفتوحة لأن نعلن مثل أي مؤسسة أخرى، كان مهم ومفيد أن يسمع الجمهور أن ديوان الرقابة المالية أصدر تقريرا في القضية الحساسة الفلانية، ولكن كنا نحسب تماما ماذا يجلب للعراق مثل هذا التقرير. واسمحوا لي أن أخذ من وقتكم أكثر، ولذلك فقد بدأنا بالتدريج بأن نرفع التقارير إلى الجهات التنفيذية، وبعد ذلك نعلم لجان المتخصصة في البرلمان، وننشر في التقارير السنوية الملاحظات التي لم يجري تجاوز إشكالياتها. في الخطة الاستراتيجية التي أمام البعض وضع ديوان الرقابة المالية أن يبتدئ من السنتين الماضيتين التحول بشكل جذري إلى تقويم الأداء، وتقويم الأداء الهدف منه أن نتحقق من عائدية التصرف بالمال العام وكفاءة نشاط المؤسسة موضوع الرقابة ونوع الخدمة. وجرى الانسحاب بهدوء أيضا عن المشروعية مع ما نعرفه عن الحاجة لها في العراق، ولذلك في برامج هذه التجربة مع البنك الدولي كان هنالك أكثر من فرصة وأكثر من ورشة وأكثر من لقاء في مجال تقويم الأداء. ربما يفاجأ البعض أن العراق في عام 1985 قام بأكبر عملية تقويم أداء للمؤسسات العامة في الشرق الأوسط ولكل المؤسسات العامة، وقادت في حينها مع كل ما يقال إلى تحسين نظرة الجمهور أزاء الكفاءة الاقتصادية للمؤسسة العامة، وكسر تقويم الأداء وجهة نظر الجمهور في حصانة القطاع العام. وفي تقارير الديوان الرقابة المالية وبعضها وبالحقيقة الأغلب سوف تعرض لمن يرغب، حتى في البيانات المالية ومنذ أكثر من 6 سنوات يشار في كل تقرير رقابي إلى وجهة نظر الرقيب في النشاط، إضافة إلى وجود هيئات الرقابة النوعية المتخصصة. نحن نعتقد، وهذا ما مثبت في الخطة، والخطة مقدمة أمام البرلمان ومصادق عليها، أن الصحيح هو ماذا كان عائدا من الدينار وليس كيف صرف الدينار، هل كان بطريقة صحيحة أم لا. أولا، أثار الأخ هادي شجونا، ونتمنى أن يكون لقاءنا هذا لقاء أمل. بعض الأخوة والزملاء من الأجهزة بالعراق ومن الأجهزة الصديقة وبعضهم من الحاضرين سمعوا لي قولا أحرص أن أكرره، ليس لدينا فرصة في العراق إلا أن ننجح، وهذا أعتقد ما يجب أن يكون. لقد كان هنالك جنود لن يظلوا مجهولين
في نجاح هذه التجربة مع البنك الدولي. أنجزوا برنامجا للبنك الدولي في أقل من سنة. ومدوا لنا جسورا لتوطيد علاقة أخوية وصديقة مع أجهزة نعتز بها. ونأمل أن تكون خطوة تلحقها خطوات. هنالك مثل تقليدي درج أن النجاح ممكن ولكن الحفاظ عليه أكثر صعوبة. أنا أعتقد أن هذا مرفوع من قاموسنا، لأن لا يوجد هنالك حد للنجاح. أعتذر للإطالة مع أني أتمنى أن أستطيع أن ألتقي وأن نتحاور أكثر، لأن بكم نغتني وبخبراتكم نبني ما نعتقده يصلح لبلدنا ولأجهزتنا. مع كل الزملاء من الأجهزة الرقابية ومع فريق